أكدت مصادر إسرائيلية فتح الإمارات الخطوط الدولية الهاتفية المباشرة مع إسرائيل فضلاً عن رفعها الحجب عن مواقع إلكترونية إسرائيلية. جاء ذلك تزامناً مع إجراء وزير الخارجية الإسرائيلي جابي أشكنازي أول مكالمة هاتفية مع نظيره الإماراتي. كما يتوجه رئيس الموساد يوسي كوهين اليوم إلى الإمارات للقاء ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد آل نهيان بغية بلورة تفاصيل اتفاقية السلام التي سيوقعها الجانبان. قال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس إن مخطط الضم في الضفة الغربية المحتلة سينفذ في المستقبل. ويأتي هذا بعدما كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية عن تصديق الإدارة المدنية في جيش الاحتلال على مشاريع استيطانية جديدة في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وتهدف هذه المشاريع الاستيطانية وفقا للصحيفة إلى ربط الكتلة الاستيطانية بنيامين الواقعة في رام الله بالقدس المحتلة من خلال نفق. وللمتابعة معنا من القدس مراسلنا أمير الخطيب. أمير، إذن هذه المصادقة من قبل الإدارة المدنية للسلطات الإسرائيلية إلى أي حد تعني أولا استمرار إسرائيل في خطة الضم، ولكن يعني عمليا على الأرض ماذا يغير ذلك، خصوصا وأنه ما ذكر أن ذلك يأتي في إطار مشروع للقدس كمدينة بالتصور الذي تراه إسرائيل مستقبلا؟ نجلاء، الجواب الأكيد حول جدلية ومسألة قضية الضم الإسرائيلي ومخطط الضم الإسرائيلي وكذلك التمدد الاستيطاني الإسرائيلي من خلال التصديق على مشاريع جديدة تشمل كتل استيطانية كما وتشمل أنفاق وشوارع تمتد ما بين القدس ومستوطنات بالضفة الغربية المحتلة. كل هذه التساؤلات يحمل الأجوبة عليها التصريح الأخير لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي قال بالحرف الواحد إن إسرائيل لن تتنازل عن تنفيذ مخطط الضم، كما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوافق على ذلك، وسيبقى هذا المخطط على الأجندة الإسرائيلية وسينفذ في الفرصة القريبة المتاحة. هذا ما قاله بنيامين نتنياهو قبل تقريبا ساعة ونصف أو ساعتين من الآن بخصوص مخطط الضم الإسرائيلي. في المقابل هناك من يقرأ هذه المصادقة الإسرائيلية من خلال الإدارة المدنية للاحتلال على هذه المشاريع وكأنها مشروع ضم فعلي موجود على أرض الواقع ويطبق على أرض الواقع، أن موقف إسرائيل واضح جدا من هذا المخطط مهما كان هناك جدل ما بين الروايتين الإماراتية والإسرائيلية. بالإضافة إلى ذلك محاور أخرى تطرق إليها رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في تصريحه الأحدث، قال إن اتفاق السلام بين إسرائيل والإمارات هو بمثابة معاهدة السلام الوحيدة التي تعقد بين إسرائيل ودولة عربية منذ 26 عاما، وتستند على مبدأ السلام مقابل السلام والسلام من منطلق القوة، حيث أن إسرائيل لا تضطر لتقديم أي تنازل، لا تضطر للانسحاب من أراضي معينة، وهذا الاتفاق يعقد اليوم بين إسرائيل والإمارات على خلفية المكانة الهامة، طبعا بحسب تصريحات نتنياهو، المكانة الهامة لإسرائيل اقتصاديا وأمنيا في منطقة الشرق الأوسط. شكرا لك أمير الخطيب مراسلنا من القدس. استدعت وزارة الخارجية الإماراتية القائمة بأعمال السفارة الإيرانية لديها وسلمتهم مذكرة احتجاج على تصريحات المسؤولين الإيرانيين فيما يخص اتفاق تطبيع العلاقة مع إسرائيل. من جانبه قال وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي إن الإمارات تتحمل مسؤولية زعزعة الأمن في الخليج إن حصل ذلك بسبب تواجد إسرائيل فيها. إلى هناك الضفة الأخرى من المياه الخليجية تنظر إيران. اختلف المشهد، سلام إسرائيلي إماراتي له ما بعده. بالنسبة لطهران القضية ليست قضية فلسطين فقط، هنا تأخذ الجغرافيا السياسية أبعادها، وكأن إسرائيل تلامس حدود الأمن القومي الإيراني. مسبقا
تحمل طهران الإمارات مسؤولية أي زعزعة لأمن المنطقة. إذا ما كانوا يريدون فتح المجال أمام الكيان الصهيوني في المنطقة فعليهم تحمل مسؤولية ذلك. قبل أسابيع قليلة فقط اجتمع محمد بن زايد ومحمد جواد ظريف افتراضيا، قرئ اللقاء تتويجا لمحاولات التهدئة الإماراتية الإيرانية طوال الأشهر الماضية. اليوم ينقلب المشهد بالكامل، نبرة التحذيرات ساسة طهران لا تقل عن أصوات عسكريها. نحذر الخونة الحاليين ومن يفكر بالالتحاق بمشروع التطبيع المشؤوم مستقبلا. سياسيا توصف هنا خطوة الإمارات تجاه إسرائيل بالمقامرة، لكن السؤال كيف سترخي السياسة بظلالها على العلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين إيران والإمارات؟ أكثر من نصف مليون إيراني وأكثر من 10% من تجارة إيران الخارجية مع الإمارات. رسميا ستتأثر العلاقات بشكل واضح، أما بالنسبة للتجار فالقلق من الضغوط الإماراتية الإسرائيلية عليهم بهذا الإطار. تطبيع الإمارات مع إسرائيل يقرأ أيضا في طهران على أنه هدية مجانية لتل أبيب وواشنطن في خضم أزمتيهما الداخليتين كما يقول الساسة هنا، وفي إطار صراعهما مع إيران أيضا. فجأة تغير كل شيء بين الدولتين المتشاطئتين في المياه الخليجية، من سعي لنزع التوتر بينهما إلى تنديدا بموقف الإمارات وتخوين لها من قبل إيران. هكذا تصبح الأمور هنا عند ملامسة خط الأمن القومي. حازم كلاس، العربي، طهران. ينضم إلينا من طهران مراسلنا ياسر مسعود. ياسر، إذن الإمارات تحمل السلطات الإيرانية مسؤولية حماية سفارتها في إيران بعد تحذير الرئيس روحاني من فتح الإمارات المجال أمام إسرائيل في الخليج. هل نحن الآن أمام صدام وأزمة دبلوماسية بين الإمارات وإيران؟ بالفعل ماجد، هذا يعني ربما ما ستشهده العلاقات الإيرانية الإماراتية، ولكن لابد أيضا بالعودة إلى هذه العلاقات التي لطالما وصفت بالمتقلبة على مدى السنوات الأخيرة، على اعتبار أن كان هناك انخفاض في مستوى العلاقات الدبلوماسي. نعم كان هناك تواصل ما بين يعني رؤوس الدبلوماسية في إيران ووزير الخارجية الإيراني ونظيره الإماراتي، وأيضا كان هناك اجتماع قبل أقل من عام على المستوى الأمني وتحديدا فيما يتعلق بحرس الحدود، وكان يتوقع أن يشكل هذا الاتفاق بتعاون في المياه الخليجية. ولكن اليوم التصريحات العسكرية التي جاءت على لسان رئيس هيئة الأركان العامة محمد باقري وكذلك وزير الدفاع الإيراني حاتمي واضحة اللهجة من أن هناك إعادة قراءة لهذه العلاقات، وتحديدا على الصعيد الأمني، على اعتبار أن التطبيع ما بين الإمارات وإسرائيل يقرأ هنا في طهران بأنه يعني يشكل خطرا على الأمن القومي الإيراني. ولطالما كانت هناك اتهامات وجهت من طهران إلى اختراق يعني الاختراقات الأمنية أو محاولات لاستهداف الأمن الإيراني من عبر المنفذ الإماراتي، إن كان على مستوى خلايا نائمة واستخباراتيا أو على مستوى يعني من خلال المياه والأجواء. شكرا لك مراسلنا ياسر مسعود، كنت معنا من طهران. قال صائب عراقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أن اتفاق التطبيع الإسرائيلي الإماراتي كسر للوصاية الهاشمية الأردنية على الأقصى. وأضاف في مؤتمر صحفي بمدينة رام الله تعليقا على البند المتعلق بالسماح للمسلمين بالصلاة في الأقصى بموجب الاتفاق أن القدس أرض محتلة وأن أي إجراء احتلالي فيها باطل.
وصفت مجلة فورين بوليسي الأمريكية اتفاقية التطبيع بين الإمارات وإسرائيل، وصفتها بأنها نتاج نحو 20 عاما من العلاقات السرية. وذكرت المجلة الأمريكية في تقرير حمل عنوان كيف دفعت أحداث 11 سبتمبر ووباء كورونا الإمارات وإسرائيل إلى التقارب، أن التعاون السرية بدأ منذ هجمات 11 سبتمبر عام 2001 حين استعان الإمارات ببرامج تطوير الأمن الإلكتروني الإسرائيلية. وأضاف التقرير أن العلاقات التجارية بين أبوظبي وتل أبيب تطورت على مدار العقدين الماضيين لتشمل الأمن الإلكتروني وأمن المطارات، إضافة إلى الشحن وتحلية المياه والتكنولوجيا الزراعية والعقارات والسياحة. كما لفتت المجلة الأمريكية إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت اهتمام الإمارات بدعم الأبحاث الإسرائيلية الرامية لإيجاد لقاح لفيروس كورونا. ومعنا من رام الله الكاتب السياسي محمد هواش للوقوف عند بعض النقاط التي يمكن بحثها نتيجة هذا الاتفاق بين الإمارات وإسرائيل، بداية من ردة فعل السلطة الفلسطينية التي سحبت سفيرها أو ممثلها في الإمارات، ويعني طالبت الإمارات بالرجوع عن هذا الموقف، ولكن هذا يعني أقل ما يمكن فعله، وكأن الآن هناك أمر واقع على السلطة الفلسطينية أن تتعامل معه وعلى الفلسطينيين عموما، وهو سقوط ورقة التضامن العربي. أولا مساء الخير. مساء النور. ثانيا يعني الاتفاق الإماراتي مع إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بكل المقاييس هو اتفاق ليس لا يخدم المصالح الوطنية الفلسطينية ولا يخدم المصالح الوطنية العربية، وبالعكس يعني هناك خدمة مجانية لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي كان يعاني من مشكلات داخل إسرائيل ومشكلات في الائتلاف الحكومي، وكان يعاني أيضا من مشكلات في على الساحة الدولية عندما وقف الفلسطينيون ضد صفقة القرن وضد فكرة الضم ونية بنيامين نتنياهو ضم الأراضي جزء أو يعني نحو 33% من أراضي الضفة الغربية. كانت إسرائيل في عزلة بشكل أو بآخر على المستوى الدولي، جميع دول العالم بما في ذلك الأمم المتحدة والمنظمات الدولية أدانت الموقف الإسرائيلي واعتبرته مخالف للقانون الدولي وطالبت بالتراجع عنه، وهذا أيضا يعني دفع الإدارة الأمريكية إلى أن يعني تضع ضوء أحمر أمام الخطط الإسرائيلية، أي أن الولايات المتحدة تراجعت نسبيا أمام الضغط أمام الموقف الفلسطيني والعربي والدولي المخالف والمعارض لفكرة الضم. ويأتي هذا الاتفاق ليقدم خدمة مجانية لإسرائيل وخدمة مجانية لرئيس الإدارة الأمريكية الرئيس دونالد ترامب الذي يعتقد بأنه يعني فرصه في الانتخاب ضعفت وبالتالي يريد إنجازات على المستوى الخارجي. ولكن يعني في موازاة هذه الخدمات المجانية كما تصفها هناك خسارات تقع على القضية الفلسطينية وعلى الفلسطيني وعلى موقف السلطة وكل الخيارات التي كانت مطروحة أمامها منها حل الدولتين، يعني هل تعتقد هذا الخيار لا يزال قائما، وكيف يمكن الآن يعني أن تخوض المعركة إن صح التعبير السلطة وسائر الفصائل أيضا؟ يعني أعتقد أنا بأن يعني على المستوى الدولي ائتلاف حل الدولتين له يعني مكانة، باستثناء الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل جميع دول العالم تطالب بالتمسك بحل الدولتين، على الرغم أن على الفلسطينيين أن يعني لا يبنوا أوهاما حول هذا الموضوع وأن يعيدوا يعني تسمية الأشياء بطريقة مختلفة، أي رفع شعارات مختلفة جدا. الشعار الأنسب للفلسطينيين ولجميع يعني أصدقاء الفلسطينيين من العرب ومن دول العالم هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة، التمسك الفلسطيني بالأرض والتمسك بالحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، وخوض معارك سياسية ودبلوماسية وغير ذلك يعني على كل المستويات مع الاحتلال الإسرائيلي من أجل إحراج الاحتلال
ويعني الضغط على الاحتلال وخلق شراكة دولية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي. هذا هو يعني المطلب الرئيسي للشعب الفلسطيني، وليس حل دولة وحل دولتين. هذه يعني تخريجات للموقف الإسرائيلي كانت، ولكن الصحيح في هذه المسميات إن كانت حل الدولتين أو حل الدولة الواحدة هو الموقف الوطني الفلسطيني من قضية الاحتلال. هناك احتلال إسرائيلي مخالف للقانون الدولي، مخالف للحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، مخالف للشرائع الدولية. نعم. والشعب الفلسطيني له الحق في النضال من أجل إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية على حدود عام 1967 على الأقل، لأن المجتمع الدولي لا يقبل بموقف أكثر من ذلك. وبناء على ذلك هناك شراكة دولية حول مفهوم إنهاء الاحتلال على الأراضي التي احتلت عام 1967 وإقامة الدولة الفلسطينية عليها. الفلسطينيون أعتقد بأنهم متمسكون بهذا الشعار، ومتمسكون أيضا بمطالبة الأشقاء العرب بالتمسك بالمبادرة العربية لأنها تنسجم مع فكرة هذا الشعار، أي التطبيع مقابل الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي العربية التي احتلت عام 1967 بما في ذلك الجولان السوري المحتل ومازال شبعة في جنوب لبنان. وأعتقد بأن هذا قد يكون يعني أكثر انسجاما من فكرة يعني الدعوة إلى حل الدولتين وحل الدولة الواحدة أو حلول أخرى لا معنى لها. المعنى الحقيقي هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية. شكرا جزيلا لك من رام الله الكاتب السياسي محمد هواش. بدأ رئيس الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر الشيخ رائد صلاح بدأ صباح اليوم قضاء محكوميته ومدتها 28 شهرا، واحتشد المئات من أبناء البلدات العربية أمام سجن قرب مدينة حيفا للوقوف إلى جانب الشيخ صلاح قبل دخوله السجن، حيث نبه في كلمة له الأردن إلى الخطر الذي يداهم وصايته على المقدسات الإسلامية. مرة أخرى أقول الوصاية الأردنية الهاشمية الآن في امتحان كبير في المسجد الأقصى، نتمنى لها النجاح، نجاحا ينصر ثوابتنا الإسلامية العربية الفلسطينية في المسجد الأقصى. الاحتلال الإسرائيلي غول، والغول لا يشبع، أطماعه لا تتوقف. الهمسات التي بدأنا نسمعها الآن خطيرة جدا، أخطر مما تتصورون، أخطر من شيء اسمه تقسيم زماني أو مكاني. أفادت مصادر فلسطينية بإطلاق زوارق الاحتلال النار تجاه قوارب الصيادين لإرغامهم على مغادرة السواحل، وذلك بعد قرارها إغلاق بحر مدينة غزة. كما أطلق جنود الاحتلال النار وقنابل الغاز على مجموعات من المتظاهرين ضد الحصار بالقرب من السياج الفاصل. عادت القوارب مجبرة لترسو في ميناء مدينة غزة بقرار إسرائيلي. طاردتهم زوارق حربية إسرائيلية وأطلقت النار عليهم محدثة أضرارا في قواربهم لإرغامهم على مغادرة سواحل القطاع. تفاجأنا اليوم في ليلة أمس أنه البحر مغلق والزوارق الإسرائيلية بتضرب نار وبترش مياه عادمة وبتقولنا توجهوا لميناء غزة. طب إيش السبب؟ إيش المشكلة؟ يعني بصورة مفاجئة بغير انذار بغير سابق معرفة كله يروح على قطاع غزة على الميناء. يبحر بعضهم من جديد في تحد لقرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وهو قرار من شأنه أن يفاقم من الأوضاع الإنسانية والمعيشية الصعبة لأهالي القطاع عامة وللصيادين خاصة. الصياد يعمل كل يوم بيومه، إن عمل داخل البحر أسرته أكلت، إن لم يعمل أسرته لن تأكل، سيؤثر بشكل كبير جدا على الاحتياجات الأساسية للصيادين وأسرهم. القرار يأتي في عقاب التصعيد والقصف الإسرائيلي المتقطع منذ أيام وعودة مجموعات فلسطينية لإطلاق البالونات الحارقة تجاه إسرائيل وتنظيم مظاهرات ليلية على تخوم القطاع. الذي يتحمل مسؤولية استمرار الحصار وقصف المدنيين والمدارس وإطلاق الرصاص على الشبان المتظاهرين السلميين هو الاحتلال الإسرائيلي. من حقنا أن نكسر هذا الحصار وأن نخوض معركة كسر الحصار
بكل قوة مهما كلف ذلك من ثمن. مسؤولون يقولون إن اتصالات تجرى حاليا لمحاولة نزع فتيل مواجهة جديدة بين فصائل المقاومة وإسرائيل، وهناك زيارة مرتقبة لوفد أمني مصري. تصعيد تدريجي لا يعرف مداه أو فترة هدوء لن تستمر طويلا. مراقبون يرون أن المعطيات السياسية الداخلية والإقليمية ستكون العامل الأبرز في تحديد ذلك. صالح النطور، العربي، قطاع غزة. على الرغم من مرور أشهر على إعلان إسرائيل ضخ الغاز إلى الأردن، إلا أن سكان البلدات الأردنية التي يمر عبرها خط الغاز لم يحصلوا بعد على تعويض مقابل استملاك أجزاء من أراضيهم. مراسلنا ليث الجبور توجه إلى بلدة إبصر أبو علي وتوقف عند الخسائر التي لحقت بسكان البلدة. يختبئ أمام أنظار الجميع، فمنذ أن استحمت البلاد بغاز قادم من إسرائيل، ما عاد ياسر وكثير من سكان بلدة إبصر أبو علي في محافظة إربد يؤمنون أن خصوصيتهم في أمان. هي برأيهم لم تعد خارج مرمى كاميرات محطة الغاز المقامة على أراضيهم والمقابلة لمنازلهم. كاميرات موجهة على بيتي، أعاني معاناة شديدة طبعا حقيقة، يعني تلاحظ الشبابيك الأمامية للبيت لا أستطيع فتحها دائما. بعض المحامين أبدوا اهتمامهم واستعدادهم للتعامل مع هذه الدعوة، لرفع الدعوة يعني ومتابعتها في المحاكم الأردنية. ضخت إسرائيل الغاز مطلع العام الحالي عبر خط يمر بكثير من البلدات الأردنية شمال البلاد. لم تفلح احتجاجات السكان بإلغاء الاتفاقية التي بررتها الحكومة أنها بين شركتين. وحين تم استملاك أجزاء من أراضي السكان وأقرت الحكومة تعويضهم، رفض البرلمان تخصيص المبلغ من الميزانية. ليس الأمر بالنسبة لمزارعي البلدة تطبيعا قسريا فحسب، بل هو حرمانهم من مصدر رزقهم مع عدم تعويضهم حتى الآن. ما شفنا ولا درينا إلا هالجرافات وهالمواسير جاي وبرشبوا بحفروا بقلعوا زي ما بدهم. الزيتون رزقتنا ومانا، لما بدهم يقطعوا عننا رزقنا يعني هل بيطلع للنواب؟ والله ما بيطلع للنواب. هكذا بدت إبصر أبو علي بلدة صغيرة تحمل المفارقة الكبيرة. يرفض السكان غاز إسرائيل لكنه يلتصق بترابهم، وشيء من آثار الحروب العربية الإسرائيلية عام 67 بات مجرد أرض وعرة تجاور خطوط الغاز المعبدة بالاتفاقية والملبدة بالرفض والخشية من انتهاك الخصوصية. تلك هي المسافة الفاصلة بين الخنادق واتفاقيات أبرمت بالمكاتب والفنادق. قبل أكثر من 50 عاما على هذه الأرض نصبت المدافع ووجهت الفوهات إلى إسرائيل. اليوم الأرض ذاتها تشق بأنبوب غاز غير مرحب به يأتي من إسرائيل. إنها حكاية الرصاص قبل عقود وحكاية الاقتصاد والصفقات والعقود. مراد البطوشة، العربي، بلدة إبصر أبو علي.